السلام عليكم يا دكاترة، النهاردة هنتكلم عن تالت حالة من حالات الطوارئ. اتكلمنا المرتين اللي فاتوا عن الورفرين توكسيستي والتشوفلي توكسيستي، النهاردة هنتكلم عن الباراسيتامول توكسيستي، وليها اسم تاني. الباراسيتامول ليه اسم تاني، اسمه الأسيتامينوفين، ده الاسم العلمي تقريبا بتاعه أو أشهر اسم تاني ليه. هنعرف النهاردة هو ايه اليوز بتاع الباراسيتامول، وايه الأدوية المنتشرة في السوق باسمه، الميكانيزم بتاع التوكسيستي، الكلينيكال ساينس والدياجنوزيس والتريتمنت. اول حاجه احنا بنستخدم الباراسيتامول او الاسيتامينوفين ليه. الباراسيتامول ده عباره عن انالجيسيك، يعني بيقلل البين، وفي نفس الوقت ممكن يستخدم كخافض حراره. فاحنا في البني ادمين هو حلو جدا معانا. موجود في الصيدليات على هيئه ايه، او ايه الادويه المشهوره فيها باراسيتامول؟ زي البنادول بانواعه، والادول اخوه 1 2 3 والكونجستال والفلوستوب بتوع البرد، السيتال، الفيجاسكين، كل ده تابلت. طيب في منه شرب زي السيتال والادول، برضو في منه سابوزيتوريز زي الفيجاسكين. يعني في انواع كتير من الادويه بتاعه الباراسيتامول في السوق مش هنقدر نعدها. طيب اهم حاجه بقى في المرض ده هو الميكانيزم بتاع التوكسيستي بتاعته. هنعرف ليه المرض ده او الدواء ده بيعمل توكسيستي في القطط وفي الكلاب، وازاي اعالجه عن طريق الميكانيزم. اول حاجه الباراسيتامول لما بيخش الجسم هو ليه ثلاث طرق للميتابوليزم، يا اما يحصل له اول حاجه الجلوكورونيديشن، يا اما السلفيشن، يا اما حاجه اسمها السيتوكروم بي 450 انزيم اوكسيديز. ايه اللي بيحصل كده واحده واحده؟ ادي الاسيتامينوفين او الباراسيتامول، يا اما يحصل له زي ما قلنا الجلوكورونيديشن عن طريق انزيم اسمه الجلوكونايل ترانسفيريز، ويروح متحول للمركب ده اللي هيبقى اسمه الاسيتامينوفين جلوكورونايد، وده مش مركب توكسيك اصلا. والانزيم ده اللي هو الجلوكونايل ترانسفيريز قليل في القطط، عشان كده القطط ممكن يحصل لها توكسيستي بالمرض ده او بالتوكسين ده اكتر من الكلاب. يا اما الطريق التاني يحصل له سلفيشن عن طريق انزيم تاني اسمه السلفا كاينيز، وهيتحول برضو للمركب ده، والمركب ده برضو مش توكسيك، اسمه الاسيتامينوفين سلفيت، والمركب ده اصلا بيخرج بعد كده مع البايل واليورين ويخرج بره الجسم. طب لما بقى الباراسيتامول يكون زياده عن الحد، فالتو ويز اللي احنا اتكلمنا فيهم دول مش كفايه بقى ان هم يكسر الباراسيتامول. ففي طريقه جديده بتظهر عن طريق حاجه اسمها السيتوكروم بي 450، ده بيحول الباراسيتامول لمركب تاني اسمه النابكي. النابكي ده بقى هو ده المركب اللي بيعمل توكسيستي. طيب الجسم برضو بيحاول على قد ما يقدر يخلي النابكي ده ليس توكسيك، فيجي حاجة زي الجلوتاثيون بيحوله للمركب ده، فبيبقى التوكسيستي بتاعته اقل او ليس توكسيك. طيب لما يبقى الباراسيتامول برضو اكتر من الجلوتاثيون، ساعتها هيحصل التوكسيستي لا محالة. دي اسامي المركبات اللي هيتحول لها. الكلينيكال ساينس بقى، الكلينيكال ساينس معتمده بنسبه كبيره على المركب اللي اسمه النابكي اللي اتكون. طيب النابكي ده بيعمل ايه؟ بيعمل اوكسيديشن للفيروس ايرون ويحوله لفيريك ايرون. طب لما يحصل كده هيتحول الهيموجلوبين لميت هيموجلوبين، وبالتالي الهيموجلوبين مش هيقدر يشيل الاكسجين وهيحصل هايبوكسيا، هيبدا الحيوان يزرق، مفيش اكسجين واصل للاطراف بتاعته، هيحصل تاكيبنيا، حركة الرئة هتزيد أو التنفس هيزيد، تاكيكارديا، ويكنس، ساينوزس، الحيوان نفسه هتلاقي بدأ يزرق اللثة بتاعته بالبوز بتاعته، هنشوف صور ليها، هيحصل إديمة في الوش وفي الإيدين برضو. يعني بص الصور دي هتلاقي إيده واللثة بتاعته ولسانه لونهم كلهم أزرق أزرق، وادي في إديمة في جسمه تقريبا كله، وده في وشه كأنه مضروب بالظبط. يا اما يحصل حاجه تانية زي الهاينز بودي انيميا، ودي اتكلمنا عليها في فيديو الكريسي لو فاكرين، ان الهيموجلوبين ده هيبدا يتكسر ويروح يبدا يروح للسيرفيس بتاع الريد بلاد سيلز، ويخليها تبقى سهله جدا يحصل لها هيموليسيس. طيب لما يحصل لها هيموليسيس هيبدا يحصل هيماتويوريا، وهنشوف البول لونه بقى شوكليت كلر يوري. لو رجعتوا الفيديو الكريسي هتعرفوا ايه الادويه التانية اللي بتعمل نفس المشكله دي، وايه الاكلات اللي بتعمل المشكله دي. طيب لو بقى النابكي ده راح للليفر هيعمل هيباتوسيلير نيكروزس. طيب ومعنى كده هيحصل ايه لما الليفر يبدا يتعب؟ يحصل اكترس، الحيوان يبدا يصفر، هتلاقي عينيه بدات تصفر، جلده ودانه. اختصارا كده للكلينيكال ساينس، السكن هيحصل له فيشيال او بوز، اديما، ريسبيراتوري، تاكيبنيا،
كارديو فاسكولار، تاكيكارديا، جي اي تي ممكن يحصل فوميتنج او دايريا، الهيباتو بيلاري هيحصل اكترس، الرينال هيحصل تشوكليت كولر يورين. طيب خامس حاجة هنتكلم عليها هي الدياجنوزيس، ازاي نعرف ان الحيوان متسمم بالباراسيتامول؟ عن طريق بالظبط الهيستوري، او هنشوف الاعراض اللي الحيوان هيجي بيها او الهيستوري اللي الاونر هيقوله. عايز اعمل سي بي سي ممكن اشوف انيميا، وقلنا ليه ممكن اخد بلاد فيلم واشوف الهاينز بودي انيميا برضو، وعملناه هنشوف الصورة دي تمام. ممكن اعمل ليفر فانكشن تيست، هشوف الاي ال تي عالي وهشوف القلب من قليل. التريتمنت بقى، وده اهم حاجة او تاني اهم حاجة بعد الميكانيزم. يعني اول حاجة الباراسيتامول عشان يعمل توكسيستي في القطط، فالقط محتاج 10 مللي جرام لكل كيلو من الباراسيتامول، اما الكلب هو التوكسيستي بتاعته اقل شوية ان هو يحصل له المشكلة دي، عشان هو محتاج تقريبا 100 مللي جرام لكل كيلو جرام من الباراسيتامول. لو هو الحيوان جاي بقاله مثلا ساعتين او اقل من الساعتين، ممكن اخليه يرجع بحيث ان انا اقلل تركيز الباراسيتامول في جسمه. تاني حاجة هعملها هديله الانتيدوت بتاع الباراسيتامول، وهو الاستايلسيستاين. طب الاستايلسيستاين بيعمل ايه وشغال كانتيدوت ازاي؟ هو بيزود الجلوتاثيون اللي احنا قلنا عليها، اللي بتحول النبكي لمركب تاني اقل في التوكسيستي او ليس توكسين، فهو بيزود الجلوتاثيون وبالتالي هيخلي النبكي ده يتحول من توكسيك لنون توكسيك. هو ليه تقريبا 7 جرعات، اول جرعة بنديها بدوز 140 ميلي جرام لكل كيلو جرام، وبعد 7 ساعات بدي دوز تانية 70 ميلي جرام لكل كيلو جرام، وهدي بقى الدوز تالتة ورابعة وخمسة وستة وسبعة بنفس الدوز دي كل 6 أو 7 ساعات. تاني حاجة أقلل الأبزوربشن بتاع الباراسيتامول عن طريق إن أدي حاجة زي الأكتيف شاركول بالجرعة اللي مكتوبة دي، أدي أسكوربيك أسيد، فيتامين سي، ده هيخلي الميت هيموجلوبين يرجع تاني لهيموجلوبين، بس ده بياخد وقت شوية. سادس حاجة هدي حاجة زي السيميتيدين، ده هيوقف السيتوكروم بي 450 اللي هو كان بيحول الباراسيتامول للنبكي. ممكن اعمل سبورتيف كير، اديله اكسجين او اعلق له محاليل او انقله دم لو حالة الانيميا بقت شديدة. وكده تقريبا خلصنا المرض، يا رب تكونوا استفدتوا منه.